كم من الشباب ايه بقى الليجند او ايه الحالات اللي هي الكلينيكال اللي هي مرتبطه باللايت ريفليكس؟ نشوف دلوقتي. بصوا معايا، في حالتين، هو حاجه اسمها ارجايل ريفرس بيوبل وحاجه اسمها ماركوس جام بيوبل. الارجايل ريفرس بيوبل دي بيقول لك ايه؟ دي البيوبل اللي هي ما ال هو كده doesn't react in response to light reflex but react in response to acquisition reflex. بمعنى تاني ان دي بيوبل بتاع شخص ما، هذه البيوبل لو تعرضت للضوء لا يحدث مايوسيز اللي هو كونستريكشن، بينما لو الشخص ده يعني بيبحث او بيبص لحاجه قريبه اللي هو نير اوبجكت اللي هو اقل من 6 متر، ده بيحصل مايوسيز. يبقى اذا في ريسبونس للاكوموديشن ولكن ليس هناك اي ريسبونس تو لايت. جميله قوي الرسمه اهي، بص معايا كده. ده شخص اهوت اللي هو عنده ارجايل بيرسون بيوبل. ال جاء هنا لما عرض الاي دي لللايت مفيش ريسبونس، مفيش مايوسز، مفيش مايوز اللي هي الكونستريكشن. بينما لما الشخص ده بيقرب قلم مثلا بنين اهوت قريب من عينيه، فحصل مين؟ طبعا حصل حاجه اسمها كونفرجنس لو تفتكروا، حاجه اسمها الكونديشن افكت، وحصل مايوسز اهو كونستريكشن واضح جدا. هنا مفيش يعني، هنا يبقى اذا نو رياكشن تو لايت but there is reaction to near near reflex اللي هو الاكونديشن. خلاص، طب ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله فين بالظبط؟ حكايه الارجاي، بص ده زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات المختصر الجميل دوت. بص يا سيدي، بيقول لك لو الشخص ده عنده سيفلس، سيفلس ده قلنا ده مرض اللي هو الزهري، طبعا ده بيأثر، هو بيأثر على ال هو يعني سيكشوال ديزيز ولكن بيأثر على الجهاز العصبي بس بعد فتره من الانفكشن. المهم بيعمل دامج. طبعا لو تذكروا ايام زمان كنا واحنا بنغسل الناس كان في حاله اسمها تيبس دورسالس، تيبس دورسالس دي برضه كانت نتيجه مين؟ السيفلس. هنا برضه السيفلس بيعمل الانفلاميشن في المنطقه دي اللي هي منطقه التكتم البريتكتال نيوكلاس واراوند برضه مين؟ اللي هو اكوادكت وسيلفس، المنطقه اللي انا عمال بعمل دايره عليها دي. المنطقه دي لما بيحصل فيها انفلاميشن خلاص يبقى كده حصل دامج لمين بقى؟ للتكتو نيوكلر فايبر اللي هي الفايبر اللي جايه من البريتكتال وراح لمين؟ للادنجر وست، وبالتالي يبقى كده حصل انتربشن في الباث واي بتاع مين؟ بتاع اللايت ريفلكس، بتاع اللايت ريفلكس. وبالتالي العين دي لما تتعرض للايت مش هيحصل لها ايه؟ مايوسيز، لان الطريق هنا اتقطع، الطريق اتقطع فين؟ في منطقه البريتكتال نيوكلاس اللي هي حوالين مين؟ الاكدكت سيلفس نتيجه انفكشن بمرض اسمه سيفلس. ده اللي هي مين بقى؟ ارجايل سيمتوم. تقول لي طيب يا دكتور، طب وليه بقى العين دي بيحصل لها مايوسيز مع النير ريفلكس؟ لان الفايبرز اللي جايه من البريتكتال وراحه للدينجر بتاخد طريق بعيد شويه عن مين؟ عن المنطقه اللي فيها الدمج. وبالتالي الارجاي روبوتسون بيوبل ديت اللي هي البيوبل بتاع شخص عنده سيفلس اللي هي البيوبل بتاعته doesn't react to light but react to near response. طيب نشوف بعد كده. الحاله بقى اللي هي الجديده ديت اسمها ماركوس جان بيوبل. ماركوس جان ده راجل سكوتش اوفثالمولوجيست، يعني راجل بتاع امراض عيون من اسكتلندا، هو اللي اكتشف الحاله دي اسمها ماركوس جان بيوبل، او ساعات لها اسم تاني اخر بنسميه ريلاتيف افرنت بيوبل ديفكت. ريلاتيف افرنت
pupil defect rab ماشي. طيب ايه بقى المشكله هنا بقى؟ المشكله هنا بص الاول نشوف الاول المشكله وبعد كده نقرا الكلام. انت اللي انا مش بص عندك يا سيدي دلوقتي بيقول لك والله في مشكله ده الليفت اي ودي الرايت اي اوكي اتفقنا تمام ليفت ورايت عظيم. طيب في مشكله هنا يا اما قال لك في مشكله في الريتنا يا اما في مشكله في اللي هي الاوبتيك نيرف يا اما في اوبتيك نيرف نيوراي اللي هي بنسميها انفلاميشن اللي هي اوبتيك نيورايتس نتيجه مرض اسمه مالتيبل سكلروزس او نتيجه في ريتنا ديتاتشمنت. المهم دلوقتي المنطقه دي بايظه افهم ما بقى الحته دي بقى لما انت تيجي سيادتك تعرض الاي دي اللي هي الليفت اي مثلا لللايت هل هيحصل هل اللايت ريفلكس هيستمر؟ طبعا لا انت كده الطريق تعطل اهو وبالتالي يبقى اذا مفيش مين مفيش مايوسيس يبقى اذا يعني احنا قلنا حتى الحاله دي بنسميها ايه اللي اتقطع هنا او ايه الباثوي هل هو الافرنت ولا الايفرنت؟ الافرنت عشان كده سميناه ايه ريليتيف افرنت بيوبيلري ديفكت اللي هي اسمها ايه ماركوس جان بيوبل. افهم معايا بقى دلوقتي يبقى اذا في الماركوس جان بيوبل دي هذه البيوبل لا يحدث لها مايوسيس مع الاكسبوجر تو مين تو لايت ده اللي هي الافكتد اي. طب ايه رايك بقى لو انت عملت اللايت لمين للرايت اي مثلا في الصوره الشبه دي ليفت ده لك هيحصل مايوسيس عادي هيحصل مايوسيس يبقى اذا ال طب لو الافكتد اي دي هي اللي تعرضت للضوء مش هيحصل مايوسيس لا لدي ولا لدي لا العين الاصليه اللي هي فيها مشكله ولا الاذر اي. هنا بيقول لك اللي هنا ده الطبيعي بقى يعني مثلا انت هنا عرضت مثلا رايت اي دي مثلا لللايت فحصل مايوسيس في مين؟ في الليفت اي اللي فيها مشكله ليفت ريليتيف افرنت بريفكت لان انا لما بعمل سويشن للرايت اي رايت اي الافرنت بتاعها زي الفل. الايفرنت ما فيش مشكله اصلا في الايفرنت بتاع الايه الافكتد اي يعني الافكتد اي المشكله عندها فين؟ في الافرنت وليس الايفرنت. الايفرنت هو الاوكيوموتور الافرنت اللي هو مين؟ اوبتيك. طيب بص كده شوف مثلا هنا ما ده رايت اي ودي ليفت اي ده شخص طبيعي خالص بقى جيت انت عرضت الرايت اي مثلا لللايت خلاص فحصل مين خلي بالك شوف الكيوب هنا دايليت حصل مايوسيس في الرايت اي وفي الليفت اي. طيب جيت عرضت اللايت لمين لليفت اي ده شخص طبيعي انا بتكلم عن شخص طبيعي هيحصل مايوسيس في الاثنين. طيب نيجي بقى على الشخص اللي عنده مين بقى اللي عنده ريليتيف افرنت بيبيلري ديفكت في المين بقى خلي بالك في الليفت اي ليفت مين اي فانت جيت عرضت الشخص ده الرايت اي بتاعته لللايت وحصل مايوسيس في الاثنين ماشي مايوسيس بالنسبه لك ده دايليتد. طب جيت عرضت بقى الليفت اي اللي هي الافكتد بقى الليفت اي فلقيت نو ريسبونس العينين بقوا مين دايليتد عشان ما فيش لا دايركت ولا في اندايركت بيبيلري ريفلكس واضحه سهله دي نفس السيستم بس خلي بالك هنا المشكله في الرايت اي الرايت اي اللي قبل كده كانت مين يا شباب كانت مشكله في الليفت ليفت ليفت ماشي ليفت اي مشكله في الرايت اي طبعا طبيعي ده ده نورمال اي ودي نورمال اي دي رايت ودي ليفت جيت عرضت مين الليفت اي لللايت حصل مايوسيس فيها واللي هو دايركت حصل في الايه؟ في الاندايركت عظيم. طب جيت عرضت عملت اكسبوجر الرايت اي لللايت برضه حصل مايوسيس هنا وحصل مايوسيس هنا ده طبيعي ده طبيعي. تعال هنا بقى احنا قلنا المشكله فين؟ المشكله في الرايت الرايت اي الرايت اي في مشكله. فلما جيت تعرض الليفت اي للضوء عادي ما الليفت اي طبيعيه وحصل مايوسيس مع الاثنين. طب لما عرضت الرايت اي اللي هي الافكتد باللايت حصل مفيش ريسبونس ففي زي ما زي الاول بيوبل دايليتد يبقى الحاله دي اسمها مين؟ رايت ريلاتيف والحاله اللي قبل كده كانت مين؟ هي نفس النظام بس الحاله كانت ليفت الحاله كانت مين؟ في الليفت. في بقى حته جميله جدا
اللي يقول لك ايه. طيب لو في مشكله بقى في الايفرنت، خلي بالك من الحته دي، ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني ايه يعني؟ تقول لي يعني ايه يا دكتور في مشكله في الايفرنت؟ الايفرنت يا شباب اللي هو الاوكولوموتر، يعني مثلا الاوكولوموتر ده اتقطع بتاع مين؟ مثلا الليفت اي. ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله الليفت اي دي لا هيحصل لها مايوسيت لا بالدايركت ولا بالاندايركت، اسف لا بالدايركت ولا بالاندايركت، لا قصدي لا العين دي اللي انا قلت لك ده مثلا وليكن الليفت اوكيلوموتر ده اتقطع. خليك معايا، الليفت اوكيلوموتر ده اتقطع، ايه اللي يحصل؟ الافكتد اي ديت الليفت اوكيلوموتر بتاعها اتقطع دي، لا مش هيحصل لها مايوسيت لا مع لا مع اللايت ريفلكس ولا مع الاكوموديشن ريفلكس. فهمت حاجه؟ يبقى اذا لو الافرنت هو اللي فيه مشكله، الافرنت فيه مشكله مش هيحصل الافكتد اي دي لو هي تعرضت للضوء مش هيحصل ريسبونس لللايت، ماشي؟ بينما الاذر اي لو تعرضت للضوء هيحصل لها مايسيس، ماشي؟ طيب هنا بقى بالنسبه للي هو لما يكون بقى الايفرنت هو اللي اتقطع، خلي بالك الافكتد اي ديت عمرها لا هيحصل لها مايوسيس لا باللايت ولا بالايه ولا بالاكوموديشن. شكرا جزيلا.